كوادرادو في مكان خطير، واحد على واحد أمام ماتيو كوادرادو، ديبالا شوف اللمسة، مزيج جميل بين سحري ديل بييرو وبين قدم باتشو، وعودة كبيرة لنجم كبير في يوفي. الصغير ديبالا كبير العطاء والذهاب، الساحر للأرجنتيني يسجل في بداية هذه المباراة 7 دقائق. سجل ديبالا الهدف الأول. زوكيتش ومرتدة ويوفي وكرة على اليسار وبحث عن عرضية وكرة بينية تصل ديبالا. ديبالا اليوم شوفها من مانزوكيتش، أجمل تحرك، أجمل نهاية وأجمل قدم يسرى. بالا يقود يوفي للتقدم مرة أخرى 2-0 في فريق إنريكي اللي يعاني الأمرين. نحن يوفنتوس، ألا تعلم ماذا يعني يوفي؟ ألا تكفي هذه الملامح لكي تعلم ماذا